عندنا مقطع فيديو خلينا نشوفه ونعلق عليه ونشوف شنو تعليقك عليه. يلا زين. مسرحية كويتية و... تمام. والفنانة الميس قمر موجودة وشاهدنا هذا المقطع. يعني كثير من العراقيين زعلوا على ميس وقالوا هذا بإساءة للعراق والمرأة العراقية والعائلة العراقية والاسم العراقي. يعني ما أعرف مشاهد هذا المقطع؟ لا والله أول مرة أشوفه. يعني فضحتينا والعراق وهيك وهاي تفاصيل ودنبكتشي ونفس تقريبا ما تحدثتي به الآن. يعني أنه راقصة وخدامة وهنا يتحدث على أنه دنبكتشي. فأكو اليوم قسم على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا هذا الموضوع وشجبوه وحتى أنه ميس ترضى بهذا الدور كان المفروض أنه ما تتسرع. تمام. يعني كلامك صحيح. إذا أكون شايفة المسرحية كلها ما أقدر أحكي على مقطع، لأنه قد يكون هذا المقطع هو فد جزء معين إلى غير رمز أو إلى غير هذه، وما أظن ميس من هذا النوع. ما أظن ميس من هذا النوع اللي تقبل بالإساءة. ميس إنسانة طيبة وحبابة وعشرتها زينة ويحبوها جدا هناك ويقيموها ويعتزون بها جدا. أي فما أعتقد من هذا النوع. أيضا فرصة حتى المتابعين اللي تحدثوا عن ميس يجوز ما شافوا بس هذا المقطع، لكن إحنا اليوم يعني بما ما نقدر نحكي. أنت ما تحكم على الكتاب من عنوانه. حلو. أنت ما تقدر تقتطع جزء وتقول هذا زين أو مو زين أو هاي أو هذه هي هناك اليوم الساعة. إن عرض عليك هيك عمل بهذا المقطع مستعدا تنفذي؟ إذا ما أقرأ كل شيء كله إيجابي بس بهذا المقطع سلبي. ما أعرف، ما أقدر أجابك. تعرف ليش؟ لأنه إذا أنا إذا أريد أقدمه على أنه أنا حالة سلبية أريد أنتقدها ممكن أمثلها. شوف بزرق ورق واحد من الأجزاء مقطع من مقاطع أبو فليس قلت له إحنا نصبنا على جيراننا أخوي تزحلق قدامهم ورح نفصلهم ناخذ على كل رجل مليون. يقول لي موسى أخوك ميسي وتاخذون على كل رجل مليون. فانتقدنا بعض الاستخدامات لقضية الفصل العشائري، بعض الاستخدامات المخجلة. تمام. انتقدناها من خلال التمثيل اللي هي طريق يعني كان فد شيء مفتعل. وهذه ما هو ما مقصود الإساءة. ما تريد تسئل العشائر. أنا ما يجيني واحد يقول لي والله تو سئتوا للعشائر. لا، أكو فئة من الناس دي يسوون هالشكل، دي يستخدمون النصب حتى هيك يصير. فأني من واجبي كفنان إنه أحط إيدي على الحالة السلبية وأحكي بيها، لكن السياق شلون يجي، البناء شلون يجي، هذا بالقراءة يبين. ما أقدر أحكم عليه من مقطع واحد. ما لا أريد أكون ظالمة ولا أريد أكون. أنت اليوم قد تكون يعني تبينين الصورة لجمهور ميس قمر أو الجمهور العراقي. نعم. حول ما أثير يعني بقضية المسرحية اللي أعتقد اسمها الياخور أو هيك شيء. يعني خليك محضر خير لميس بطريقة إيجابية مثل ما أنت الآن. لا ميس ما تسويها. يعني وهو حسن اللي هو الممثل الرئيسي على مر السنوات هو يشتغل ويا عراقيين وهو يأكد على قضية تواجد العراقيين بداخل الكويت وانه هم اهل وانه ناس متزوجة من ناس وناس ماخذة من ناس. حريص على هذه القضية؟ على هذه القضية من زمان، يعني من احنا كنا مستقرين بسوريا وكانت الدراما بسوريا كان هو دائما يطعم الاعمال اللي من بطولته بممثلين عراقيين. لذلك قلت لك انه اني يعني ما اقدر احكم على كل هذا الجميل ونفرح بهذا الشيء. طبعا اليوم اكفت حساسيه ما بين موضوع الكويت والعراق، نتمنى انه نتخلص من عندها. يعني نتمنى والله انا اعتقد الناس الواعيه متخلصه من هذا الموضوع. يعني لكن مو صح انه الواحد يبقى مكلب باشياء قديمه. حتى الجمهور، حتى الجمهور العراقي والجمهور الكويتي، يعني نتمنى ايام اللي راحت يعني لها وقتها ولها تاريخها ولها احداثها. اليوم ناس محتاجه لناس. طبعاً الكويت طبعاً وكل الدول طبعاً العربيه احنا وحتى المحيط. لحد الان مستحيل انت ما تلقى احد من اهلك ومن اقاربك قبل ما رايح للكويت وعايش بالكويت وماخذين من الكويت وما ماخذين من العراقيين. ماكو شيء يعني نورتنا اليوم اعتقد. الله يسلمك. يعني اعتقد الانسانيه اكبر من هاي.